عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب النهاردة تكونوا بخير وسلامة، وكل سنة وكل الشعب المصري وإخواتنا المسيحيين بخير وسعادة. النهاردة طبعا عيد الغطاس، عيد اللحمة والقلقاس، ده طبعا الموروث الشعبي أو الموروث المصري القديم. في عيد الغطاس معظم البيوت المسيحيين بيطبخوا القلقاس. طبعا انا كنت لسه عامله القلقاس من فتره قريبه جدا، ما حبيتش اعمله تاني واكرره، بس ان شاء الله قريب هنعمله، هنعمله بطريقه جديده. اخواتنا اللي في اهل المنوفيه، معايا هنا حد من زملائي المصورين قال لي احنا بنطبخه بطريقه معينه في المنوفيه، فانا قلت له طب خلاص انا لازم اتعلم الطريقه دي عشان اعمله لكم ان شاء الله القلقاس بطريقه جديده. حبيت بس اهني كل اخواتي وكل مصر بعيد الغطاس، عيد يا رب ان شاء الله النهارده تتبسطوا وتتهنوا وتسعدوا فيه باذن الله. متشكره لكل حد بيبعت لي كومنت حلو، بيكتب لي كلمه حلوه، الرسائل الجميله جدا بتاعتكم كلكم على راسي. لسه بعتالي كومنت مكتوب في البوست اللي على صفحه بيتك ومطبخك مع غدا مصطفى. اخت عزيزه من الجزائر قالت لي اسمها سيرين ليلى او سيرين ليلى، عايزه اقول لها انت وكل اهل الجزائر على دماغي من فوق. وكمان احب اهني اخواتي من الامارات، اخواتي من سلطنه عمان، من السعوديه. عايزه اقول لكم كلكم يعني منورين الصفحه وكلكم على دماغي من فوق. طيب عشان ما ناخدش بقى وقت النهارده ندخل في حلقتنا. عاملين النهارده اول وصفه، وصفه مصري، بما ان اخواتنا المسيحيين بيعملوا كمان الوصفه دي ان في يوم عيد الغطاس، البطاطس، صينيه البطاطس بالفراخ. بس النهارده هنعملها بوراك الفراخ بطريقه ظريفه جدا وطعم روعه ان شاء الله، لما تجربوها تتبسطوا منه جدا. لاول حاجه طاجن البطاطس بالفراخ محتاجين نص كيلو بطاطس شرايح او كيلو كامل مثلا بطاطستين كبار، كيلو ونص وراك فراخ اي عدد انتوا عايزينه، 3 حبات كبار طماطم شرايح، 3 حبات بصل حلقات رفيعه، قرنين فلفل رومي اخضر حلقات، قرنين شطه حلقات، معلقه كبيره ثوم مفروم ناعم، معلقه توابل فراخ مشكله، معلقه صغيره حبهان مطحون، معلقتين سمنه، معلقتين زيت، ملح وفلفل اسود، معلقه صغيره سكر وميه مغليه، وكمان معانا مكعب مرقه فراخ بيخلي الطعم في منتهى الجمال. اول حاجه نقول بسم الله ونبدا نشتغل. تمام كده، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شغل في الفراخ يبقى ايه، لازم نجهز نفسنا كويس. الفراخ تكون طبعا مغسوله بدقيق وملح، حتى لو هنشتريها اللي هي المفرزه لازم تتفكك، ودقيق وملح، وتتشطف كويس جدا بخل وعصير ليمونه كده علشان يبقى ريحتها، نتاكد ان هي نظيفه جدا. الو، صباح الفل. صباح الجمال عليك يا مدام ناديه، ازيك؟ ازيك يا روحي، عامله ايه؟ عامله ايه في النوات والحاجات اللي عندك الجميله؟ انت بقى دعواتك اديك قلت اهو. يا حبيبتي ربنا يكون في عونكم يا رب، وان شاء الله نبقى كده وشتاها زعفران بقى. والله صحيح. صحيح. صباحك زي الفل حبيبتي، ربنا يخليك يا غدود. الله يخليك يا حبيبتي، على السلامة، وإجازة سعيدة كده تكوني قضيتي أيام حلوة مع أهلك يا حبيبتي. ربنا يكرمك، والله الحمد لله كانت سعيدة جدا. دايما الحمد لله يا رب، وزي الحاجة حبيبتنا الحمد لله، والله الحمد دايما لله دايما يا رب. طبعا بحيي كل كاست البرنامج حبايبنا، وبقول لحبايبنا الأقباط كل سنة وأنتم طيبين بعيد الغطاس، إن شاء الله كده كل أيامكم تكون أعياد وفرح. يا رب يا رب، اللهم أمين يا رب. وأنت النهاردة معايا في المطبخ، إيه الحكاية؟ أنت تعملي النهاردة صينية بطاطس؟ نفس اللي حضرتك بتعمليه دلوقتي بعمله، الفراخ بالبطاطس بالجمال. حلو جدا، إيه رأيك بقى؟ حلو جدا جدا. إن شاء الله لما تخلص هصورها وأبعتها لك. يا ريت والله، ماشي أتمنى يعني. والله بالظبط يا غدغودة اللي أنت بتعمليه، والله يعني أتمنى أتمنى يا مدام ناديه يعني تبعتي لنا كده حاجه من عمايل ايد حضرتك، اكيد هتبقى احلى حاجه يعني. لا طبعا ما يجيش من بعدك، والله ربنا يخليكي يا ست الكل، ربنا يخليكي. والله ما شاء الله عليكي بجد يعني، الله يخليكي. احنا بنعمل او كله، بس فيكي تكات بتعمليها، اتعلمت منك الجندوفلي، الجمبري طبعا كنت بتعمليه غير ما انا بعمله، فكل ما بتدينا اي معلومه
بتبقى جميله والله، بتبقى ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا مدام ناديه، ما يجيش من بعد تعليم حضرتك طبعا. كل سنه وكل مصر طيبه ان شاء الله. وهستنى وحضرتك طيبه، وهستنى بقى البطاطس، صينيه البطاطس بالفراخ اللي هتتعمل النهارده تصوريها وتبعتيها. لا والله ان شاء الله هصورها باذن الله. خلاص باذن الله وانا مستنيها يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي يا مدام، الله يسلم حضرتك. انا هنا حطيت البصل الحلقات، بطلت بصلات كبار متقطعين حلقات، ومعاهم الطماطم، خدت شويه سبت حبه بس للوش كده، وحطيت الثوم، معلقه الثوم، التوابل المشكله، الحبهان، ملح وفلفل، وهحط كمان معايا مكعب مرقه. مكعب المرقه ده كمان بيحليها جدا جدا، ده سر الطعم كمان فيها. تمام كده بالشكل ده اهو كده، عارفين كمان هتبقى حلوه جدا جدا. حط بقى عليها كمان ايه، حبه الشطه الحلوين دول كده اهو، قرن شطه، قرنين كده متقطعين حلقات، يدوها كده ايه طعم سبايسي سنه كده، بيبقى جميل جدا اهو. معايا كمان فلفل رومي اخضر حلقات اهو، ناخد برده شويه كده منه، نفرك كل الحاجات دي كده مع بعضيها اهو بالشكل ده. كل الكميه اللي انا عملتها دي هقسمها على نصين، طبعا هي المفروض ان انا بقسمها على نصين وبسوي كله في صينيه واحده. هنا كده بفرش الصينيه الاولانيه، بحط فيها شويه من الخلطه دي اهو بالشكل ده كده، عشان اجيب عليها الفراخ. انا معايا طبعا اوراك الفراخ، النهارده هنشتغل بيها بالوراك بالشكل ده اهو كده. طبعا هي تمشي بصدور، تمشي بفرخه كامله، بكل حاجه، بس انا طبعا اشتغلت بفراخ كتير صحيحه، فقلت النهارده نشتغل بالوراك الفراخ. كمان في ناس بيبقى عندها وراك ما بتبقاش عارفه توظفها ازاي كويس، فاحنا كده هنشتغل النهارده بالوراك بتاعه الفراخ اهو بالشكل ده كده اهو كده بقى. وناخد التتبيله دي بالبصل دي كده اهو على الفراخ، اخد شويه هنا كده على الفراخ نفسها. تمام، في الخلطه دي يا احمد تمشي كمان للحمه، تبقى في منتهى الجمال. لو هنعمل صينيه لحمه بالبطاطس ان شاء الله هنعملها برده، من الاكلات المصريه المميزه جدا اللي ما فيش بيت في مصر ما بيحبهاش، مهما نتفرج على اكلات غربيه ونجرب ونحن دايما للحاجات اللي هي الاكل المصري اللي احنا اتربينا عليه، اللي طلعنا وكبرنا عليه بالشكل ده. انا كده حطيت البصل والخلطه دي على الفراخ اهو بالشكل ده كده، اشيل دول حط بس الفرن كده. تمام، هنا احنا خدنا ادي الفراخ كده، شغل البوتاجاز، بسم الله الرحمن الرحيم. هحط بقى هنا كده الصينيه دي، وهسيبها تنزل ميتها والخضار ينزل ميته بالشكل ده. طب انا هنا عندي بقى بقيه الخضار اللي كان معمول عندي، البصل بالطماطم بالحاجات دي، هعمل فيه ايه؟ هبدا اخد عليه البطاطس اهو بالشكل ده كده. انا عايزه اسوي البطاطس، المفروض ان انا بعد الفراخ تستوي تاخد لها غلوتين ثلاثه وتستوي، برفع الفراخ من على النار، برفعها من الصينيه، وابدا انزل مكانها البطاطس بتاعتي دي، اخدها عليها. ايه السبب؟ علشان اضمن ان البطاطس هتشرب كل الطعم بتاع الفراخ اللي معايا بالشكل ده كده اهو، واسوي البطاطس اديها غلوتين ثلاثه مكان الفراخ. بس طبعا عشان احنا الوقت معانا محدود، فانا حبيت ان انا اعمل ايه، ان انا اسوي دي لوحدها ودي لوحدها عشان اختصارا للوقت اهو بالشكل ده كده. طبعا برضو انا بسيب لها شويه تتبيله كده، برضو اسيب البطاطس منقوعه حبه في التتبيله دي، وبعدين بعد ربع ساعه او تلت ساعه من غليان الفراخ ارفعها في طبق، ومكانها بيبقى بقى طبعا بقيه الميه بتاعه الفراخ بالبصل بالحاجات دي كلها، مكانها اروح منزله البطاطس بتاعتي بالتتبيله برضو اللي عليها، بالبصل والطماطم والحاجات اللي عليها. بعد كده ابدا اسويها، لما تخش في التسويه اروح مرجعه تاني عليها الفراخ، وادخلهم الفرن مع بعض بقى ايه، يتشكشكوا كده ويدوني طعم جميل. انا بقى هعمل كده اهو، نعتبر كده ان احنا ايه استوت الفراخ اه، هنديها طبعا ايه، هنديها غلوتين ثلاثه كده تبدا معانا تستوي كويس. طيب انا هنا معايا السمنه، هعمل ايه في السمنه؟ هاخد هنا كده على البطاطس، لان طبعا انا ما عنديش الدهون بتاعه الفراخ اللي هي هتنزل لي هنا، انا دي اللي انا كنت بعتمد عليها ان انا هسوي فيها البطاطس. انا دلوقتي هحط لها كده بس معلقه سمنه اهو بالشكل ده كده، معلقه كبيره مليانه سمنه
كده عشان يبقى اضمن ان الطعم يبقى في منتهى الجمال. اهو بالشكل ده. اخد كمان حته سمنه هنا طبعا، وراك الفراخ احنا عارفين بتبقى دسمه جدا، هي هتنزل لي السمونيه بتاعتها، كمان هتطعم لي البطاطس، بس لما تستوي ونيجي ندخلهم مع بعض الاثنين الفرن هنا. بس اشيل كده الكلافز ده عشان اخد ميه مغليه للبطاطس. انا مش هزود للفراخ لان انا هعتمد ان الفراخ هتنزل الميه بتاعتها كده الشكل ده. كوبايه ميه مغليه بس البطاطس تغلي فيها بس كده. هنا بقى عندي الطماطم اللي هي كانت متقطعه دي، هنحطها على الوش في الاخر واحنا مدخلينها الفرن. هنطلع دلوقتي فاصل صغير جدا جدا، هنجيب الوصفه اللي بعد كده. اقول حضرتك معلومه، طيب انا عندي معلومه عن البلانشات الخشب او القطاعات الخشب اللي احنا بنستخدمها في المطبخ. المعلومه دي انا واخداها من صاحب مصنع اخشاب اللي هو عامل لنا الهديه بتاعت بيتك ومطبخك، اسلام اسلام سامي، قال لي على معلومه مهمه جدا حبيت اشارككم بيها. البلانشات الخشب لما تكون عندنا يا ريت يكون عندنا اكتر من واحده، واحده نستخدمها للفراخ واللحمه، واحده نستخدمها مع اتفضل. الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مدام ليلى من الجزائر، اهلا وسهلا، اهلا بيك، اتفضلي. عليكم السلام ورحمه. اتفضلي، ازيك عامله ايه وازاي اهل الجزائر؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كلهم بيسلموا عليكي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي لي ويسلم لي اهل الجزائر الطيبين الكرام، احنا نحبوك كتير. ربنا يخليكي يا حبيبتي، الله يعزك. وانا كمان والله بحب جدا اهل الجزائر، يعني عايزه اقول لاهل الجزائر انتوا في القلب مننا يعني. شكرا. العفو. حضرتك بتتابعي معانا البرنامج يا استاذه ليلى كل يوم؟ شكرا ليكي يا استاذه ليلى، وشكرا لاهل الجزائر، سعيده جدا جدا بمكالمتك العزيزه دي. نرجع تاني لمعلومة البلانشات الخشب. بلانشة الفراخ واللحمة أو اللحوم نخليها دي تتغسل، بعد ما تتغسل لازم نشطفها بخل، نحط عليها كمية خل، نص كوباية خل، نسيب الخل منقوع عليها شوية، وما نحكهاش بالسلكة عشان السلكة طبعا هتجرح الخشب وهتخلي المسامات بتاعته تتفتح. نغسلها بالسبونش سفنج ناعم جدا جدا، وتتشطف بمية وخل، ونخلي الخل شوية عليها عشان يعقمها، وبعد ما تتغسل تتنشف كويس جدا جدا وتتحفظ طبعا، تجف علشان نستخدمها تاني. السمك يبقى ليه بلانشة، الفراخ واللحمة بلانشة، الخضار والفاكهة بلانشة، بلاش نستخدم اكتر من بلانشة لحاجة واحدة. لو اضطرتنا الظروف لازم نعقمها بالخل كويس جدا جدا، بلاش نستخدم المواد اللي هي الكيميائية في غسيل الأخشاب، لأنه طبعا دي حاجة طبيعية بتمتص المواد الصناعية اللي هي بتاعت الغسيل والحاجات دي، فبلاش منها خالص. دلوقتي بعد المعلومة بتاعتنا دي هنطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل إن شاء الله نكمل وصفاتنا. ثواني وراجع لكم تاني، انتظروني. خلصت الثواني ورجعنا مع بعض تاني. قبل الفاصل كنا بنعمل صينية بطاطس بالفراخ، حطينا الخلطة بتاعتنا اللي كانت البصل والطماطم فلفل التوابل، معلقة توابل بس انا غطيتها بسيلفر علشان تستوي، هوريها برضو لحضرتك. لا يعني حضرتك غالي عليا، ما اقدرش والله، انت تطلب طلب وحبايبنا يطلبوا حاجة وما نشوفهاش، اهو كده ممكن نشوفها شغالة اهي بتغلي، بس انا حبيت اكتم البخار عليها عشان تستوي وتدخل لي في السوى. تمام، ادي كده دي الفراخ بالشكل كده، ادي البطاطس برضو معايا، غطيتها جبت لها غطا للحلة علشان تبدأ برضو ايه تغلي وتستوي معايا اهو بالشكل ده. تمام، حطينا التوابل، حطينا التوابل وحطينا الحبهان ملح والفلفل، الفلفل الاخضر والفلفل الشطه، دعكناهم في بعض، وبعدين بدانا قسمنا الخليط مع مكعب مرقه، فرقناهم قسمنا الخليط جزء للفراخ وجزء للبطاطس، وكل واحد بيستوي لوحده. احنا بقى في البيت هنستنى اما الفراخ تدخل في السوى، هنشيلها في طبق وننزل مكانها البطاطس بالتتبيله برده اللي عليها، وبعدين لما تستوي شويه البطاطس نرجعهم على بعض وندخلهم الفرن. تمام، ادي كده بس اقلبها شويه
لا لا مش هتتقلي خالص. اه لا بصوا حضراتكم، استاذ طلعت انا قلت لكم ان هو بيعرف يطبخ، مخرجنا العظيم، فبيقول لي يعني كده من التقليب ما تتهريش. لا هي لسه اصلا داخله في التسويه، احنا مش هنخليها توصل لمرحله انها تتهري، يا دوبك اول ما نلاقيها كده بتغلي لها غلوتين ثلاثه حلوين خلاص انا هروح شايلاها وحطاها في الطاجن بتاعي غلوه كمان اهو، وهروح وهروح مدخلاها الفرن في الطاجن. بصوا بقى حضراتكم برضو عايزين نشوف الفراخ معانا ما شاء الله اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي انا هشيلها خالص اصلا اهو كده كده، شايفين اهو اهي شلتها. عارفه حضرتك منمق جدا اهو، شايفين الفراخ اهو، بصوا بادئه خالص داخله في التسويه خالص اهو كده بالشكل ده. طيب احنا بقى ممكن نعمل ايه؟ بصوا بقى عشان برضو ما ناخدش وقت معانا، نعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا معايا، ادي الطاجن، بس هشيل الحاجات دي، ادي الطاجن اللي انا هدخله الفرن، البطاطس بالفراخ، اشيل التوست هنا، انا عايزه احطها لكم كده عشان نشوفها مع بعضينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا اعمل ايه؟ هبدا افتح كده على البطاطس بتاعتي اهو كده، طبعا الفرن عندي شغال على درجة حرارة 200، الدرجة المتوسطة 200-180 درجة الحرارة المظبوطة عندنا، هندخله في الرف اللي في النص، بتقعد لها حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع، بس لو احنا مدخلينها مستوية 100% بتاخد لها ربع ساعة تشرب بس من بعض، وبعد كده بنشغل عليها الشواية بتبقى في منتهى الجمال اهو كده. انا هحط البطاطس من تحت عشان البطاطس محتاجة سن التسوية كده. الو، ايوه يا دودو، كل سنه وانت طيبه يا ست الكل، ازيك يا ام جوزيه؟ طيبه يا عمر، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ حبيبتي كل سنه وانت طيبه ومبروك مجالك، ربنا يخليك. واحد بقيتي اصغر، بقيتي اصغر تيتا يا ام جوزيه. شكرا يا بنتي على سؤالك، ربنا يخليكي يا عمر، ربنا يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب، وتجوزي النونو كده يا رب في عزك يا رب ان شاء الله، وانت بصحه وسعاده. ربنا يخليكي يا رب، ربنا يخليكي يا ام جوزيف. الله يخليك. نعم. الصينيه اللي عملتيها دي عيدها لي من سنه، يا رب يخليكي. البطاطس بالفراخ؟ اه اه يا حبيبي، عيني. شكرا يا دكتور. عينيا يا حبيبتي، عينيا يا ست الكل، عينيا. هنا كده بصي يا ام جوزيف انا عملت ايه وانا برص كده هقول لك. انا دلوقتي خدت ثلاث بصلات كبار، خدتهم مع طماطمتين كبار متقطعين حلقات او شرايح، وخدت البطاطس متقطعه حلقات كمان، ورحت واخده البصل مع الطماطم مع فلفل شطه مع فلفل اخضر رومي مع فصين ثلاثة توم، معلقه كبيره توم كده مهروس ناعم، معلقه توابل فراخ مشكله، وبدات اخدهم كلهم ادعكهم في بعض، وطبعا ملح وفلفل وشويه حبهان مطحون عشان ريحه الزفاره. طبعا احنا عارفين وحضرتك ست العارفين، الفراخ لازم دايما نديها شويه توابل كده حلوه عشان الريحه بتاعتها تبقى جميله. وبعد كده فرقتهم كويس جدا في بعض، ومعاهم مكعب مرقه، مكعب مرقه فراخ، وبعد كده رحت دعكاهم كويس جدا جدا، وبدات قسمت الخليط ده نص وخدته على الفراخ، اللي وراك الفراخ زي ما حضرتك شايفه كده، دول تقريبا 2 كيلو الا ربع وراك فراخ. انت بقى حضرتك ممكن تعمليها بفرخه كامله، تقطعي الفرخه وتعمليها برده مفيش اي مشكله، وتقسمي الخليط نصه للبطاطس، بطاطس متقطعه حلقات، والنص الثاني على الفراخ. تاخدي الفراخ بالتتبيله بتاعتها بالبصل والطماطم والحاجات دي كلها والتوابل، تاخديها على النار مع شويه ميه مغليين صغيرين، وتغطي بقى، وتغطي الصينيه بتاعتك، وتسيب الفراخ تبدا تاخد الغلوتين الحلوين بتوعها وتستوي كويس جدا معانا. بعد ما الفراخ تدخل في السوى حوالي تلت ساعه على النار، طبعا النار عاليه، اول ما تستوي معاك الفراخ وتبداي خلاص لقيتيها داخله في السوى، ارفعيها في طبق بقى، وتروحي منزله مكانها نص البطاطس، يعني نص التتبيله اللي كان على البطاطس، تاخديهم بقى مع بعض كده ايه، غلوتين ثلاثه مكان الفراخ عشان البطاطس تشرب لي طعم الفراخ وميه الفراخ اللي نزلت. بعد كده اما البطاطس تدخل في السوى قبل ما تتهري طبعا، تروحي بقى حضرتك نقلاهم مرجعه تاني عليها الفراخ، لو هتنقلي في طاجن زي ده كده عندك عزومه ولا حاجه
تروحي مدخلاها الفرن، ما عندكيش عزومه في نفس الصينيه ترجعي تاني الفراخ فوق البطاطس وزقيها في الفرن نص ساعه ولا تلت ساعه وحمري وشها تبقى زي الفل. الو الو. ايوه يا غاده. صباح الفل يا مدام روحيه، ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ حبيبتي كل سنه وانت طيبه، النهارده عيد الغطاس، كل سنه طيبه. وانت طيبه. ما انا بقول لام جوزيف ان هي مربوخه في المطبخ عامله زي حالاتي، ما شافتش الصينيه، انا سمعتها كلها دلوقتي. انا قلتها لها هي كلها طبعا، ما اقدرش على زعل ام جوزيف. حبيبه قلبي. هي طيبه، ربنا يبارك فيها. يا حبيبتي وانتوا طيبين ومصر كلها طيبه وبخير. وتسلم ايدك يا غاده، ربنا يبارك لك يا غاده يا حبيبتي. الله يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. انا عملت بقى البط بقى والقلقاس هبعتهولك يا غاده. يا ست الكل، ده انت كده يعني هتبقي 100 100. ربنا يخليك يا غاده، ربنا يخليك. كل سنه وانت طيبه، واحلى بط هيبقى من ايد حضرتك طبعا.